اهلا وسهلا، انا اسمي براين وايلز وانا متحمس جدا عشان انا النهارده هطبخ بعض الاكلات المشهوره في مصر، طعميه، كشري وملوخيه، وبعدين طباخه محترفه هتجربها وهتقول لي رايها بالظبط. يعني ممكن هي مش طباخه محترفه بس عندها ذوق حلو قوي في الاكل. على فكره دي بنتي، يلا بينا. أنا عايش في نيويورك والمدينة دي فيها مطاعم مصرية ممتازة. للأسف دلوقتي صعب قوي إني أروح المطاعم دي بسبب الكورونا، فأنا فكرت ممكن أحاول أطبخ شوية أكلات مصرية في البيت. أنا لقيت وصفات مصرية تقليدية واشتريت المكونات، ودلوقتي أنا جاهز إني أطبخ. خليني اعترف ان عمري ما طبخت الاكلات دي قبل كده، وبصراحه انا مش طباخ جامد، بس انا متفائل واهو ادينا بنتعلم. دلوقتي انا طبيخ طعميه، طبعا دي النسيخه المصريه الاصليه للفلافل، فيها فول بدل الحمص، وكمان كشري. كشري محبوب ومنتشر في مصر كلها، هو مليان رز ومعكرونه وعدس وصلصه وحاجات مختلفه كتير. واخيرا عندنا ملوخيه، دي شوربه خضراء معموله من الملوخيه طبعا ومرقه الفراخ. ان شاء الله معاكس، بسم الله. تمام، انا خلاص طبيخ. عندنا الطعميه بتاعتنا، الكشري بتاعنا، والملوخيه بتاعتنا، شكلهم لذيذ، بس خلينا نشوف رأي الحكام. أولا الطعمية. رأيها إيه؟ What do you think؟ مش وحش. دلوقتي الكشري. طعمه ايه؟ حلوة جدا. واخيرا الملوخية. اديها كام من 10؟ ممكن مش مفضلتها. كويس، ماشي. شكرا عشان مساعدتك يا حكام. طيب يا جماعة، الحكام بتاعنا فضل الكشري، بس أنا شايف إن كلهم طعمهم حلو قوي. لو عندكم أكل مصرية مفضلة ممكن تقولوا لي في التعليقات، أنا دايماً بحب أتعلم أكتر عن الأكل المصري وممكن هحاول أطبخها في المستقبل. لو استمتعتوا بالفيديو ده ممكن تشاركوه مع أصحابكم وقالتكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة، هيكون عندي فيديو جديد لكم بعد أسبوعين. أشوفكوا المرة الجاية ومع السلامة. هاي. هاي. يا رأيك يا حبيبتي؟ بابا طبخت كويس ولا وحش؟ كويس.